على بقية انتانات الجملة العصبية، حكينا على انتانات الجملة العصبية المتعلقة بالسحايا. هلأ إذا ما وقف الإنتان عند الأغشية المحيطة بالجملة العصبية، وبالتالي ممكن أنه ينتقل للجملة العصبية المركزية ويسبب لي شيء اسمه التهاب الدماغ. في عندي أنواع كثيرة، رح نحكي على الأفكار الأساسية فيها، ورجاء انتبهوا على اللي رح أحكي لأنه هو هذا المهم. طبعا المحاضرة كلها مطلوبة، ولكن رح أركز فقط على الشغلات المهمة، وإذا ما رأنا على فقرة مو مهمة لحلكم ما أنا مهمة، يعني مو أنه ما أنا مهمة، بس لأنه أنتوا هلأ بآخر السنة وبدكم تركزوا بس على الشيء اللي هلأ يعني بفيدكم بحياتكم العملية، وبالتالي اللي هو نفسه رح يترجم على شكل أسئلة بالامتحان. مخطط المحاضرة بيحكي على أشياء التهابات الدماغ، اللي هو التهاب الدماغ العقبولي بالحلق. الحلق إذا هو أشياء الأنواع اللي بتتجاوز السحايا وبتوصل للدماغ هي فيروسات الحلق، وبالتالي بتسبب لي شيء اسمه التهاب الدماغ الحلقي. هل في عندي كمان نوع تاني هو التهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد؟ بعدين في عندي إنتان الجملة العصبية المركزية بالكزاز، ممكن يسبب لي إنتان جملة عصبية. عندي داء الكلب، داء المنطقة، شلل الأطفال، خراجات دماغية، وتظاهرات الـ HIV على الجملة العصبية المركزية. هل التهاب الدماغ العقبولي بالحلق هذا أهم واحد؟ هذا لازم كل ياتهم فصل صوت، كل كلمة نحكيها هي مهمة، ومثل ما جاي بالك بالمحاضرة كمان هذا مطلوب. يعني حتى لو أنه شغلة ما ذكرناها لازم تركزوا عليها بالامتحان. يعني من المحاضرة الثانية هي أهم فقرة اللي هي اسمها التهاب الدماغ العقبولي بالحلق. اللهم صلي على سيدنا. مثل ما حكينا هو رقم واحد بالتهابات الدماغ من حيث الشيوع. يعني إذا أنا بشوف مريض عنده التهاب دماغ فهو أشيع شيء يكون عنده التهاب دماغ بالحلق. عادة بيكون الإصابة بفيروس الحلق بمرحلة الطفولة وبتكون غير عرضية، بعدين بتتفعل. ليش؟ لأنه هاي الفيروسات الحلق بتقعد بالعقد العصبية وبتكمن، بعدين بتتفعل. وين تقعد أكتر شيء بالجملة العصبية، يعني بشكل قريب من الجملة العصبية المركزية، هي بعقدة مثلث التوائم. بعد ما يفوت هذا يتفعل ويفوت على الجملة العصبية المركزية، له ولع بالفصوص الصدغية، تمام؟ أكثر شيء، ومنلاقي حتى موجودات على الطبق المحوري أو على المرنان تتعلق بهي المنطقة. يعني منلاقي الموجودات الشعاعية موجودة بالمنطقة الصدغية وخاصة الأنسية، وحتى الأعراض السريرية رح تتماشى مع إصابة المنطقة الصدغية. هلأ نحن بالنسبة للأعراض والعلامات السريرية، كونه هو بفوت على الجملة العصبية المركزية وبالتالي رح يعطينا أعراض. وين بفوت وبيعمل لي نخر أو بيعمل لي إنتان بالجملة العصبية المركزية، رح يتظاهر هذا على شكل أعراض موجودة برا. مثل ما حكينا ببداية البحث، يعني ببداية المنهاج لما حكينا على مستويات الأذية بالجملة العصبية، شفنا أنه معظم الأذيات عم تكون إلى توزع تشريحي مطابق لإصابتها بالدماغ. يعني لما بلاقي أنه هو فات وعطاني إصابة بالمنطقة الصدغية وبالتالي عطاني أعراض بتتعلق بالمحيط مرتبطة بالمنطقة الصدغية، يعني ما بلاقي مثلا عنده المريض عمى. ليش؟ لأنه المنطقة المسؤولة عن البصر هي بالقفوية، ولكن إذا كانت بالمنطقة الصدغية هون أكثر شيء بلاقي الصرع الصدغي، يعني بنلاقي صرع موضع بعدين بيصير معمم، اللي هو هذا أشياء عرض بيجي فيه المريض. ممكن نلاقي حبسات إذا صابت منطقة بروكا أو فيرنيكي أو حتى المنطقة التوصيلية بيناتهم، ممكن نشوف حبسات عند المريض. ممكن تكون حبسة استقبالية، أو ممكن يكون إهمال نصف الجسم إذا كان بالنصف الكرة اليمنى، ولكن إذا كان بالنصف الكرة اليسرى فممكن يعطينا على شكل حبسات. اضطرابات الذاكرة، لأنه هون في عندي فص الحصين
المسؤول عن الذاكرة، فممكن إذا انصاب يعمل لي اضطراب بالذاكرة، اضطرابات بالشخصية، لأنه هو إذا ما صاب المناطق الصدغية عادة عم نلاقي تواجده بالمناطق الجبهية، وبالتالي ممكن يعطينا أعراض واضطراب بالشخصية اللي هي لها علاقة بالمنطقة الجبهية بشكل كبير. إذا صاب الحزم الناقلة أو صاب المنطقة الحركية عم يعطينا شلول حركية موضعة حسب المكان الإصابة. التشخيص الجي بي اس تبع اي حاله سريريه بامتنان الجمله العصبيه هو بذل السائل الدماغي الشوكي. دائما بدي اعمل بذل السائل الدماغي الشوكي بعد ما انفي الاعراض البوليه اللي حكينا بالانتان، بعمل بذل فبيعطيني علامات التهاب بالجمله العصبيه المركزيه. طالما شفت اعراض موضعه صار بدي اطلب تصوير للجمله العصبيه المركزيه، واللي هون كثير بيفيدنا المرنان، بيعطيني تغيرات بالمنطقة الصدغية. صار عندي تغيرات بالمنطقة الصدغية مع البزل في علامات إنتان جملة عصبية مركزية، صرت شك بالتهاب الدماغ العقبولي، بعمل بي سي آر بيكشف لي إياه، هون نحط التشخيص وخلاص، هون بدي بلش عالج بالأسيكلوفير ولمدة طويلة لحتى يتحسن المريض. تخطيط الدماغ بيعطيني علامات بؤرية بمنطقة المصابة. العلاج مثل ما حكينا بدي أخذ المضادات الفيروسية واللي هون كتير أساسية وإلى تأثير بالعلاج. مثل ما حكينا الأسيكلوفير هون بدنا نحفظه مثل اسمنا، أنه بالتهاب الدماغ العقبولي مثل ما شفنا التهاب السحايس الفيروسي ممكن أنا أعطي وممكن ما أعطي. ليش؟ لأن الأعراض عم تكون خفيفة وما في أعراض موضعة، ولكن هون لا، الفيروس عم يشتغل شغله، وبالتالي لازم أنا من يوم اللي شخص بلش في المضادات الفيروسية، واللي أشيع شيء هون هو الأسيكلوفير ولازم نحفظه. الاختلاطات مثل ما حكينا ممكن يترك لي بؤر تندب داخل الدماغ، وبالتالي هاي البؤر ممكن تعطيني أعراض موضعة دائمة، ممكن تعطينا أعراض صرع دائم. ممكن يعطينا بعدين بس انكشفت المستضدات الداخل الدماغ ممكن تعطينا التهاب دماغ مناعي. هاي الاختلاطات اللي ممكن نشوفها. هاي الفكرة الأهم بكل المحاضرة حكينا عليها، بتقروها من الكتاب بشكل واضح وكل فقراتها مهمة ولازم ندير بالنا عليها. تمام، هاي صور مثل ما أنا شايفين، الصورة الأولى على اليمين عم تعطينا إشارة عالية بالمناطق الصدغية الأنسية مع مريض حكينا إذا عنده أعراض، وبذل السائل الدماغ الشوكي عم يعطينا علامات إنتانية، بالتالي هذا بيوجهنا لالتهاب الدماغ العقبولي. الصورة الثالثة إذا بنعد من اليمين لليسار، الصورة الثالثة والرابعة كمان بيعطينا موجودات مثل ما حكينا متعلقة بالأماكن الصدغية الأنسية. هيك حكينا على أهم فقرة، هلأ البقايا حنحكي على الشيء، يعني نحكي عليهم بس لحتى نعرف إذا نذكر هذا التشخيص قدامنا نكون نعرفه شو هو. يعني هيك، هلأ في عنا شيء اسمه التهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد. هذا عادة هو التهاب مناعي بيتلو الإنتانات اللي بتصيب الجملة العصبية المركزية. يعني اليوم انصاب مريض بالتهاب دماغ عقبولي، خربت الخلايا العصبية وانتشرت المواد اللي داخل الخلية للوسط المحيط وتعرف عليه الجهاز المناعي. عادة داخل الخلية العصبية ما بيوصل للجهاز المناعي وما بيعرف هاي الخلايا، ما بيعرف هاي المكونات الموجودة داخل الخلية العصبية. ليش؟ لأنه هي محمية ضمن الخلية، لما تتخرب الخلية وبيصير مكشوفة للجهاز المناعي تعرف عليها هلأ أول مرة، فبيصير بيكون لها اضداد. بعد فترة بتصير هاي الاضداد بتهاجم الخلايا العصبية. ليش؟ لأنه تعرفت عليها بشكل خاطئ، فبينصاب مثلا كل الجهاز العصبي المركزي. هذا نحن بنسميه التهاب الدماغ والنخاع المنتشر. ما بيصير عند كل المرضى، ولكن إذا صار فهو اسمه التهاب الدماغ المنتشر الحاد، اللي هو بيتلو عادة الإنتانات، وخاصة الإنتانات
التنفسيه اللا نموذجيه مثلا مثل الميكوبلازما. بنشوف واحد عنده هلا ذات رئاب الميكوبلازما بعد اسابيع مثلا شهر شهر ونص ما بنلاقي غير عنده اعراض التهاب سحايا. نعمل له بزل سائل دماغ شوكي بنلاقي اعراض التهاب سحايا. نعزل جرثوم ما بنلاقي شيء. بتتماشى القصه مع التهاب دماغ مناعي اللي هو اسمه التهاب الدماغ والنخاع منتشر الحاد، عادة بنشوفه عند الأطفال. بيسبب هو عادة مثل ما حكينا تخرب للخلايا وخاصة غمد النخاعين المحيط فيها، وبنلاقي بؤر يعني إزالة نخاعين أو يعني ضمن الدماغ والنخاع. مثل ما حكينا هي الأعراض بتجي مثل أعراض خفيفة لالتهاب الدماغ، ممكن نلاقي أعراض بؤرية لأنه مثل ما حكينا حسب هو شو بيهاجم، وممكن يكون شديد جدا مهدد وقاتل. التشخيص مثل ما حكينا بدنا ننفي التهابات الجملة العصبية، بدنا ننفي التهابات الجملة العصبية العقيمة. بس نفيناها وما ضل غنى غير هالتشخيص، نحن بنقول العلاج مثل ما حكينا هو مناعي ذاتي، وبالتالي ممكن يفيدنا الكورتيزون، لأنه مثل ما حكينا أنه هو أصلاً أنه هو التهاب مناعي ذاتي، وبالتالي بالعلاج بيفيدنا في الكورتيزون. من التشخيص التفريقية مثل ما حكينا أنه هو كثير بيصيب المادة البيضاء، وبالتالي بيذكرنا بمرض اللي هو التصلب المتعدد. في فروقات بيناتهم، أنه التهاب الدماغ والنخاع المنتشر عادة بيصيب المادة البيضاء والرمادية لأنه هو التهاب مناعي، بينما الـ MS بيصيب فقط المادة البيضاء. مخبرياً مثل ما حكينا هذا التهاب دماغ، وبالتالي عدد الكريات بيكون أعلى من MS. سريرياً هذا بيطلو الإنتان، هذاك لا بيجينا على شكل هجمات. هاي التفريق بيناتهم. بس نحن بدنا نركز بالتهاب الدماغ والنخاع المنتشر إنه هو عادة بيطلو الإنتانات وخاصة باللانموزجيات مثل الميكوبلازما، عادة بيصيب الأطفال، بسبب زوال نخاعين، بيتراوح من التهاب دماغ بسيط لحالة مهددة للحياة. العلاج هو استيرويدات. هاي حكينا التفريق بين التهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد عن تفريقه عن الإمس. هلأ هاي كمان حكينا على الفقرة الثانية. هلأ التهاب الجملة العصبية بالكزاز، المسبب هو المتصيات الكزازية عادة بعد الجروح الملوثة. ممكن نشوفها كمان بتلوث طعامي بشكل أقل، اللي هذا خاصة منشوفه عند الأطفال، ولكن هو الأشياء الدخول عند من الجروح الملوثة. لهيك نحن دائما لما بيجينا مثلا على الإسعافات حدا جارح إيده، جرح نظيف يعني بسكين مثلا أو هاي، ولا جرح ملوث. إذا ملوث وما نو أخذ لقاح بدي أعطيه المصل وبعدين بدي أعطيه اللقاح. أما إذا كان جرح نظيف ما في داعي غير التعقيم. هو شو بيساوي؟ هو بينتشر عن طريق الأبواغة، هاي المتصيات الكزازية بتفوت عن طريق الأعصاب لتوصل للعقد العصبية، بعدين بتعمل زوال التصفيط عن الخلايا الحركية. يعني احنا اذا تتذكروا لما حكينا انه دائما العصبون السفلي هو عصبون نشط، بينما العصبون العلوي هو عصبون مطبق. لما بيصل هاي الابواغ تبع المتصيات الكزازيه للعقد العصبيه، فهو بيصير بيروح التصبيط الموجود، وبالتالي بيصير تفعيل، فبيصير عندي تشنجات. الإصابة الموضعة هي عادة اللي بتصير لما بيكون في عندي جرح ملوث،
بتصير الأعراض بهذا الطرف اللي انجرح. الإصابة المعممة هي عادة تتلو انتانات اللي بتصير عند الأطفال، مثلا خاصة انتانات الأذن أو هيك، توصل دغري مباشرة للجملة العصبية المركزية. الشكل الرأسي كمان هو بيتلو الانتانات عند الأطفال. تشخيص قصة سريرية واضحة بتعطينا التشخيص. العلاج بدنا نأمن طريق تنفسي وننظر ونعطي الترياق واللقاح. يعني هاي الأفكار الرئيسية فيه. هلأ التهاب الجملة العصبية بالسيفلس مثل ما حكينا بالكزاز، يعني نركز على الأفكار الرئيسية فيه، إنه هو فيه له ثلاث أشكال بس لنرجع هيك يعني نركز شو الأفكار اللي بدنا ننهي. إنه هو له إصابة موضعة أو معممة أو إصابة بالشكل الرئيسي اللي هي نادرة، عادة بيطلو جروح الملوثة أو بالطريق الهضمي. العلاج هو علاج داعم، وممكن نعطي ترياق بالجروح الملوثة أو نعطي العلاج، يعني بينما علاج نوعي إنه نعطي صاد لهذا الهي ما في هيك شيء. هلأ الآن الجملة العصبية بالسيفلس وهلأ صار نادر جدا. ليش؟ لأنه اللولبية الشاحبة تستفيد كتير على البنسلينات، وهي الأدوية اللي نحن بناخدها مثل دوبمنتين هي كلها من مشتقات البنسلين، صار كتير قليل عادة، يعني قليل كتير لنشوفه. ولكن هو عادة بيصيب الأشكال المتقدمة، وعادة بيصيب في عنا شيء اسمه السفلس الخلقي، بيصير عند الأطفال المولودين لأمهات عندهم سفلس، فمنلاقي عندهم اللهم صل على سيدنا محمد، منلاقي عندهم هي اللي نحن نسميها الصمغة أو المكان تجمع اللولبيات الشاحبة، فهي بتكون على شكل هيك مثل الصمغ داخل المادة الدماغية اللي اسمها الأورام الحبيبومية، وبتعطينا هاي الأعراض والتخرب بالمادة الدماغية. في عنا شكل من أشكال كان الجملة العصبية بالسفلس اللي هو اسمه التابس الظهري، اللي بيصيب الحبل الخلفي من النخاع الشوكي، وبالتالي أكثر شيء بتظهر بأعراض عدم توازن أو المشية العسكرية. في عنا السفلس العصبي الوعائي، هو عبارة عن التهاب سحايا بالسفلس، وهو نادر مثل ما حكينا. التشخيص بدنا نساوي الاختبارات اللي بتكشف اللولبية الشاحبة، منساويها بالدم وبسائل الدماغ الشوكي، والعلاج مثل ما حكينا هو بالبنسلين. ما كتير بدنا نركز عليه، بس المهم نعرف ما انه ما حيجي منه، بس ما حيجي اكثر من اللي حكينا، انه هو انه له ثلاث اشكال، سفلس صمغي وتابس ظهري وسفلس عصبي وعائي، علاجه بالبنسلين، والتشخيص هو باختبارات السفلس. المسبب تبعه اللولبيات الشاحبة، هذا اللي لازم نعرفه عن كل شيء، لانه هو مرض نادر ما بدنا نطول فيه أكثر من هيك. اللي لازم نحن نركز عليه بصراحة هلأ الداء القادم اللي هو داء الكلب، اللي هلأ صرنا نشوفه منيح بمناطقنا بسبب انتشار الكلاب المسعورة أو الكلاب المريضة، وهو ما أنه شائع بس كمان خطر جدا. المسبب هو فيروس الكلب، الرابيس فيروس، اللي بينتقل عن طريق الكلاب عادة، ممكن ينتقل عن طريق الخفافيش، عن طريق السناجب، القطط، في يمكن 9 حيوانات أنا بعرفهم اللي متهمين بنقل هذا الفيروس. ولكن الأشيع هو فيروس الكلب، جاي اسمه لأنه المريض بيصير بيعطينا أصوات وتشنجات بتشبه العفو أصوات الكلاب، هي خاصة بالمراحل الأخرى. العدوى هي عن طريق عضة أحد هي الحيوانات اللي بتنقل هذا الفيروس من الحيوان المصاب للمريض اللي هلأ حينصاب. الأعراض هو حنلاقي نحن الأعراض والعلامات السريرية، قصة سريرية واضحة، عضة حيوان، شرس أو مسعور، بعد منها بيصير في عنا ألم بمنطقة العضة، بعد منها بيصير في عنا ثلاثة شهور صافية ما فيها شيء، بعدين بيصير المريض عنده
يعني أعراض التهاب سحايا بداية، بعدين يصير في عنده رهاب من المي ومن الضوء ورهاب من كل شيء، بعدين بيصير في عنا تشنجات معممة وخاصة تشنج عضلات البلع، بعدين نلاقي صار في صلابة كاملة وتشنج كامل، بصير حتى تشنج حنجرة، وبصير صوت الحنجرة اللي بيطالعه هو مثل مثل صوت الكلاب. التشخيص هو القصة السريرية الواضحة، طبعا هو مكتوب تشخيص اختبارات سيفليس، طبعا هذا شيء خطأ. العلاج، نحن عادة بدنا نبلش بالعلاج من وقت العضة، يعني خاصة إذا الكلب أو الحيوان اللي عض المريض هو حيوان مسعور، مباشرة بدنا نعمل تنظير، بدنا ناخذ الجلوبولين المناعي تبع فيروس الكلب، وبدنا نعطي اللقاح، نعطي 3 جرعات لقاح. أول جرعة هي عند يعني عند القدوم الأول، بعد شهر نعطي جرعة، وبعد شهرين أو والله ما نتذكر الفترة هاي، المهم نعطي 3 جرعات لقاح. الجلوبولين المناعي بنعطيه كمان بسرة المريض، وبنعطيه بمكان الجرح، أي بنعطيه كمان هذا بالفترة الأولى، ولازم نعمل تنظير واسع لمنطقة العضة لحتى إذا الفيروس فات من هون نحن نضمن أنه نكون أزلناه مع الأنسجة المتنخرة نتيجة العضة. الإنذار، ما في علاج فعال، يعني بس انتشر فيروس الكلب ووصل للجملة العصبية خلاص ما في شيء بيرجعه، الموت محقق هون. العلاج الفعال هو أنه نحن نحسن نزيل هاي الفيروسات قبل ما تصل للجملة العصبية المركزية عن طريق مثل ما حكينا التنظير أو الجلوبولين المناعي. هدول اللي شغلات اللي لازم نعرفها عن داء الكلب. هلأ في عنا داء المنطقة، الهربس زوستر، مثل ما حكينا داء المنطقة هو عبارة عن المسبب هو فيروس الهربس اللي هو بينتقل بالطريق التنفسي، بعدين بيفوت بيعود بالخلايا العصبية بالرأس والعنق، بيكون أكثر شيء بيعود بعقدة العصب مثلث التوائم، منها إذا تفعل ممكن يوصل للدماغ ويسبب لنا التهاب دماغ عقبولي، أو لا ممكن يخلي يكون هو يعني قاعد وما أحلى، وبعدين لا ينتشر باتجاه الأعصاب المحيطية، بيمشي بتوزع العصب اللي هو عم ينتشر عليه. يعني نحن إذا عم نحكي عقدة مثلث التوائم وانتشر عن طريق فروع العصب مثلث التوائم، نلاقي حويصلات على مسار العصب مثلث التوائم، منلاقي اندفاعات جلدية حويصلية، ومنلاقي ألم على مسار هذا العصب اللي هو نحن عم نحكي بالرأس والعنق والعصب مثلث التوائم. بيصيب كتير العقد العصبية بالعمود الفقري الصدري، وبالتالي هو بيمشي عن طريق الأعصاب الحجاب الوربية، وبالتالي إذا هو مشي على مسار حدا من هاي الأعصاب فبيساوي لي أول شيء إحمرار، بعدين اندفاعات حويصلية، بعدين ألم بشكل حارق، ومن هون بيجي اسمه زنار النار، بيسبب لنا آلام شديدة جدا، مثل ما حكينا بيسبب لنا هاي الاندفاعات الحويصلية. ممكن إذا انتقل للجملة العصبية المركزية يساوي لنا التهاب سحايا فيروسي، أو إذا ما حسنا نكشفه فممكن يكون عقيم، ممكن يسبب التهاب دماغ إذا وصل، أو يسبب لنا التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر اللي حكينا عليه، أو يصيب الأعصاب القحفية حسب. بداء المنطقة أو الهربس زوستر، العلاج هو مثل ما حكينا بالمضادات الفيروسية سيكلوفير الشعشي، وبدنا نعطي مسكنات ألم يعني تكون فعالة، وبعدين بدنا نعطي الأدوية المضادات الاختلاج لحتى تخفف من الألم، مثلا مثل البيوغابالين أو شو كان اسمه الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، الجبابان. هدول الأدوية اللي بنعطيهم مشان يخفف الألم التالي لا إصابة المريض بداء المنطقة. هاي مثل ما حاكين الصور اللي مثلا هون الفرع العيني من العصب مثلث التوائم، والصورة الثانية العصب الوربي
مثل ما احنا شايفين احمرار على شكل زنار، هذا بيسموه زنار النار. مثل ما حكينا اذا اصاب العصب اللساني او اصاب العصب الاذني او اصاب العصب الوجهي بيعطينا هي المتلازمة رامزي هنت. متلازمة رامزي هنت لازم تكون مرقت معنا بالإذنية، إذا أخذتوها بالإذنية إذا ما أخذتوها، هي عبارة عن إعادة التفعيل على مسار العصب الوجهي، فبيعطينا اندفاعات هو يصلي حول الإذن مع شلل عصب وجهي محيطي، تمام؟ ممكن نلاقي نقص سمع حسي عصبي واندفاعات داخل الفم. ضل عنا شلل الأطفال والخراجات الدماغية، هدلولي لح نسامحكم ما لح نعطيهم، لأنه لح يمرقوا معكم بالأطفال والخراجات، لح يمرقوا مع مع الجراحة العصبية. وبالتالي هيك بنكون نحن أنهينا محاضرتنا لليوم، خلصنا كل إنتانات الجملة العصبية المركزية، والله يعطيكم العافية وسامحونا اليوم كانت المحاضرة شوي ثقيلة، بس يعني إن شاء الله نكون هيك نهينا. ضل عنا محاضرة واحدة إذا بتحبوا، هي محاضرة الفحص العصبي، أو من أجلها لناخدها بالعمل، يعني تاخدوها يعني ضمن استاجات. أما هي والله بصراحة هي محاضرة مهمة، والأفضل إذا بتحبوا أنا أبعتكم الملف حتى لو ما طلبتم فيه، إن كنت تقروا هلأ أو بعدين، أو نعمل قاعدة فيه حتى لو بعد الامتحان، يعني لأنه هو بصراحة شيء مفيد. فهيك نحن بننهي اليوم إن شاء الله. إذا في سؤال حكيم، بس في فقرة داء الكلب ما هي موجودة بالكتاب حكيم، ما هي موجودة بمحاضرة، ليكون قصدك عشان الأطفال؟ لا لا موجودة، داء الكلب موجود، موجود شلل الأطفال حكيم، ما موجود الكلب. لا موجود الكلام موجود هاي، وهلا ببعتكم المحاضرة اللي أنا لح يعني اللي عاملكم عليها. موجودين هدلول أنا كلياتهم، يعني هن مأخوذين الفقرات من المحاضرة. ما نحن حكينا متابع معك بالمحاضرة والله، بس ما في موجود هيك شيء يعني. تبعتكم إياها وهي موجودة مثل ما قلت لك. أي تمام حكيم، ما في مشكلة، يعطيك العافية يا رب. لحبعتها لعند الأخت آسيا وهي بتنقلكم إياها إن شاء الله. طيب ممكن سؤال حضرتك، هاي لك وصار عندها، والمحاضرة الماضية من المرة الماضية بعتها، هي هيك إنتانات الجملة العصبية المركزية صارت كاملة. إذا في سؤال قبل ما ننهي نحن جاهزين. كنت عم فكر بكرة، بس والله بكرة احتمال يكون عندي سفر، بس بكرة المساء يعني ممكن متاح، بكرة المساء ممكن متاح إذا بتحبوا نأخذ آخر محاضرة، هي الفحص العصبي، حتكون طويلة شوي قد هاي تقريبا، بس هي يعني محاضرة رائعة وحلوة، والملف تبعها يعني جيد. إذا في استعداد بكرة مثلا ممكن على الساعة 8 إن شاء الله أنا مناسب لي، إلا إذا استجد شيء يعني خلاص. بس هيك بنكون نحن إن شاء الله خلصنا المنهاج اللي أنا بدي أعطيكم إياه. أنتوا فحصكم إمتى ببلش؟ 14 منيح، 14 هيك صار. دكتور كونه بناخذ المحاضرة الفحص العصبي يعني عمليا، إنه فينا نأجله؟ ما فينا نأجله، وصح مهمة يعني، هي والله مهمة، بس شوف المناسب لكم لحتى يعني. تمام، بنشوف رأي الطلاب على المجموعة وبناخذ رأي الأغلبية بإذن الله. خبروني اليوم أو بكرة بالنهار مشان أعمل حسابي. تمام إن شاء الله، الله يعطيك العافية دكتور. العافية. إذا ممكن سؤال بس، شلون عيوني؟ بس في سؤال عن محاضرة قبل الدكتور عن الشقيقة.
تفضل دكتور. بمحاضرة الشقيقة النسمة البصرية بالشقيقة قلت لنا أشع شكل إله هو العتمة، بينما الكتاب مكتوب الأضواء الوامضة هي أشع شيء. الأضواء الوامضة، الأضواء الوامضة هي الأشع. تمام دكتور. بجوز حكيناها خطأ، مشان هيك دائما يعني تعرف لما أنت تكون عم تلقي أو عم تحكي قصة أو عم تحكي سالفة أو عم تعطي محاضرة، فممكن إنه يصير في مثلاً أحيانا ما تنتبه لكلامك أو تحكيها بشكل يعني خطأ لغواً يعني. فلهيك دائماً نوصل في الأساس منك. يعطيك ألف عافية دكتور. وأنت يعطيك العافية، والله يفتح عليك إن شاء الله وعلى على الجميع. يلا تصبحوا على خير، قلنا عليكم اليوم بس يعني إن شاء الله نكون هيك قدمنا لكم يعني عوضنا عن اللي راحوا.